الفصل الثاني Network Models and Protocols. أهداف هذا الفصل: شرح مفاهيم تقسيم النظم المعقدة الكبيرة إلى عدد من الطبقات والأجزاء، تقديم النماذج المختلفة لشرح وتوصيف الشبكات الحاسوبية، من أهمها OSI Model المرجعي، وكذلك TCP/IP Model، وكذلك شرح مخططات العنونة المختلفة المستخدمة في هذه النماذج. أخيرا سنقوم بشرح وظائف الأجهزة التي تستخدم ضمن الشبكة الحاسوبية. بداية نبدأ بشرح مفهوم البروتوكول. التجهيزات الموجودة على شبكات الاتصال أو الشبكات الحاسوبية تحتاج إلى التوافق على قواعد محددة مسبقاً لشرح وتفسير معنى الداتا المنتقلة بين هذه التجهيزات عبر الشبكة. لذلك تعرف البروتوكولات الشبكية بأنها مجموعة من القواعد التي تحكم وتضبط كيفية نقل البيانات، وأيضا تفسير هذه البيانات بطريقة بسيطة موثوقة وآمنة. فعليا البروتوكول يقوم بالاستجابة على الأسئلة التالية: What، أي ماذا يريد هذا التطبيق أن يفعل؟ Where you're going، بما معناه إلى أين يتم توجيه أو نقل البيانات، وهذا ما نعبر عنه بمخططات العنونة المستخدمة على هذه الشبكة. أيضا البروتوكول يحدد كيفية نقل هذه البيانات عبر وسائط النقل المختلفة، إن كانت سلكية أو لا سلكية. كذلك على البروتوكول في حالات محددة أن يحدد كيفية معرفة التجهيزات التي تنقل أو ترسل الداتا، إذا كانت هذه الداتا قد تم استلامها عبر استخدام إشعارات الاستلام، أو إذا كانت هذه الداتا قد وصلت صحيحة أي بدون أخطاء عبر التحقق من الأخطاء. Process Layering. فعليا معظم الأنظمة المعقدة تقوم بتقسيم هذا النظام الواحد المعقد إلى عدد من الأجزاء الأصغر، وهذا التقسيم يساعد على تصميم بسهولة أكثر، التحقق من صحة هذا التصميم على مستوى الأجزاء، وإمكانية تصحيح الأخطاء أيضا على مستوى الأجزاء قبل التجميع للحصول على هذا النظام الواسع. أيضا من ضمن هذه الأنظمة المعقدة هي أنظمة الاتصال وأنظمة الشبكات الحاسوبية. لذلك نقوم بتقسيم عملية إرسال واستقبال البيانات عبر هذه الشبكات الحاسوبية إلى عدد من المهمات الأصغر، ويتم توصيف وتحديد وظائف هذه المهمات عبر مجموعة من الطبقات layers المتصلة مع بعضها البعض. تتصل هذه الطبقات مع بعضها البعض عبر واجهات معرفة مسبقا لإمكانية تفسير واحد للبيانات والمعلومات المتناقلة فيما بينها. كل layer أو طبقة تقدم البيانات أو المعلومات إلى الطبقات الأعلى التي تليها مباشرة، وتستقبل هذه البيانات من الطبقات الأدنى منها مباشرة.
إن عملية التقسيم إلى طبقات تضمن عملية استقلال كل طبقة، بما معناه إمكانية تنجيز الوظائف والخدمات المعرفة على هذه الطبقة بطريقة مستقلة، وبذلك نستطيع تقديم الخدمات من الطبقات الأدنى إلى الطبقات الأعلى دون تحديد كيفية تنجيز هذه الخدمات ضمن هذه الطبقات. إن عدد والوظائف ومحتوى أي من هذه الطبقات يمكن أن يختلف من شبكة إلى أخرى. إن الخدمات المقدمة عبر أي طبقة هي موصفة بشكل كامل بطريقة يونيفورم، بالأخص من جهة الانترفيس الواجهات التي تتبادل عبرها المعلومات والبيانات هذه الطبقات. Peer communication، مفهوم الاتصال النظير أو النت في الشبكات مهم جدا، وهو يحدد أن عمليا كل طبقة تتفاهم على مستوى البيانات والمعلومات الموجودة في هذه الطبقة مع الطبقة المقابلة في الطرف الآخر من الاتصال، وبالتالي مثلا توصف الطبقة 2 المعلومات والبيانات بطريقة تستطيع الطبقة 2 من الجهة المقابلة أن تفهمها بذات الطريقة. عمليا يتم في هذه الحالة تطبيق القواعد المعرفة على مستوى البروتوكول بين الطبقات النظيرة أو الند. However، من المهم جدا معرفة أن هذه البروتوكولات التي تطبق ما بين الطبقات النظيرة أو الند لا يعني أن هناك انتقال مباشر للبيانات بين هذه الطبقات. يتم في هذه البنية الطبقية انتقال البيانات من جهة المرسل من الطبقات الأعلى وصولا إلى الطبقة الدنيا التي تقوم بضخ هذه البيانات عبر وسيط النقل وصولا إلى الطرف المقابل المستقبل، وعندها يتم انتقال البيانات من الطبقات الدنيا إلى الطبقات الأعلى وصولا إلى الطبقة المستهدفة. Layering architecture في هذه الحالة يظهر على الشكل المبين، مجموعة من الطبقات تبدأ الداتا أو تنشأ الداتا عادة في الطبقة العليا من Device A مثلا، وتنتقل عبر مجموعة من الطبقات وصولا إلى الطبقة الدنيا التي تقوم بضخ هذه البيانات على الـ Transmission Media لتصل إلى الطرف المقابل، وعندها تبدأ البيانات بالصعود عبر هذه الطبقات. يتم فهم المعلومات عبر الطبقات المتقابلة، بما معناه أن الرسالة تكون متطابقة ما بين البيانات أو الطبقات النظيرة أو الند. نموذج OSI المرجعي، هذا النموذج هو إطار مفاهيمي توصيفي يتم فيه شرح وتوصيف عمل الشبكات الحاسوبية ضمن 7 طبقات. إنه ليس بروتوكول، وإنما هو مجموعة من الطبقات يتم توصيف ضمنها وظيفة كل طبقة كوظيفة جزئية من ضمن عمل الشبكات الحاسوبية الكامل، وهو يساعد في شرح وفي تبسيط وتصميم معمارية الشبكات الحاسوبية. هذه الطبقات 7 تبدأ من الطبقة الدنيا Physical Layer وتمتد إلى الطبقات التالية Data Link, Network, Transport, Session, Presentation، وأخيرا الطبقة الأعلى وهي Application
layer، وسيتم شرح هذه الطبقات بالتفصيل. الطبقة الدنيا الأولى هي الفيزيكال لاير. ضمن هذه الطبقة يتم نقل الإشارات أو البيانات الثنائية، الخانات الثنائية الخام على وسط النقل المستخدم إن كان سلكيا أو لا سلكيا، وهو هذه الطبقة تعرف داتا ترانسفير ميديا، أي وسائط النقل المستخدمة إن كانت سلكية كالواير كيبل فايبر أوبتكس أو لا سلكية كراديو ويفز أو المايكروويفز. أيضا تعرف هذه الطبقة النتورك كونكشن، نقاط الوصل إلى الشبكة، توبولوجيا هذه الشبكة، طرق نقل الإشارات، التهشير والترميز المستخدمة لنقل هذه البيانات عبر وسيط النقل الفيزيائي المستخدم، التجهيزات التي تقوم بنقل البيانات، واجهات الشبكة. وكذلك تستطيع هذه الطبقة كشف الأخطاء على مستوى الإشارات. الطبقة التالية هي طبقة الداتا لينك. داتا لينك تقوم بمهمة هي التقطير فريمينج. عمليا التقطير هو تجميع لمجموعة من البيانات التي على شكل بتات المستقبلة من الطبقة الأعلى من طبقة الداتا لينك، وهي طبقة النتورك. ومن ثم تقوم ضبط طبقة الداتا لينك بتجميع هذه البتات على شكل أطر. الإطار فريم هو وحدة ذات حجم ثابت، وعادة ما تسمى داتا لينك فريم للإشارة إلى الطبقة التي تقوم بتشكيل هذا الإطار. Main responsibilities، المهمات الرئيسية للطبقة الثانية داتا لينك هي أولا physical addressing أي العنوان الفيزيائي، وتقوم هذه الطبقة بإضافة العنوان الفيزيائي لكل من المرسل والمستقبل ضمن الترويثة الخاصة بهذا الإطار التي تم تجميعه في هذه الطبقة، ومن ثم إرسالها إلى الطبقة الأدنى أي طبقة الفيزيكال. أيضا من مسؤوليات هذه الطبقة Flow Control، التحكم بالدفق. عمليا هذه الخاصية تقوم بتنظيم سرعة نقل البيانات ما بين المرسل إلى المستقبل. فعليا إذا كانت البيانات تنقل بسرعة عالية جدا أكبر من استطاعة المستقبل لمعالجة هذه البيانات وتخزينها بالشكل المطلوب، يمكن لهذه البيانات أن تضيع أو تسقط، تهمل في طرف المستقبل. لذلك تنظم هذه الخاصية السرعة للتوافق ما بين سرعة المرسل والمستقبل للبيانات بما يضمن صحة ووثوقية وأمان وصول هذه البيانات إلى الطرف المقابل. Error Correction، أيضا تقوم هذه الطبقة بإضافة وثوقية إلى الطبقة الفيزيائية عبر إضافة آليات لاكتشاف الأخطاء على مستوى البت، وأيضا الآليات اللازمة لتصحيح هذه الأخطاء. Access Control، التحكم بالنفاذ، هذا بالأخص بالنسبة إلى الشبكات التي تحتوي على جهازين أو أكثر يتشاركان بوسط النقل، وهذه الخاصية تسمح بالتحكم لأحد هذه التجهيزات ضمن فترة زمنية محددة بالوسط، وسط النقل، ليتم نقل أو تلقي المعلومات عبر هذا الوسط. الطبقة الثالثة هي طبقة الشبكة Network Layer. مهمة هذه الشبكة تمرير الباكيت الحزم على مسار محدد على الشبكة أو على مسار
يمكن أن يمر عبر عدة شبكات أو عبر عدة وصلات على هذه الشبكات. تضمن هذه الطبقة وصول كل من هذه الحزم من نقطة الإنشاء المرسل إلى Final Destination. يمكن لهذه الحزم أن تحتوي على معلومات خاصة بالتحكم بالنقل، وهي تحتوي أيضا على العناوين المنطقية لكل من السورس المرسل والديستنيشن. سنقوم لاحقا بشرح الفرق بالتفصيل ما بين العناوين الفيزيائية والعناوين المنطقية المستخدمة على الطبقات المختلفة. أيضا تحتوي هذه الحزم على معلومات خاصة بالتحقق من الأخطاء، بالإضافة إلى فعليا البيانات المنتقلة أو المنقولة عبر هذا الوسط. المسؤوليات الرئيسية لهذه الطبقة هي مهمة جدا بالنسبة إلى الشبكات الحاسوبية. أول مهمة هي مهمة الراوتينج، التوجيه، وهذا يعني أن هذه الطبقة توجه البيانات عبر عدد من الطرق الموجودة، تختار طريقا أفضل لمرور البيانات من المرسل إلى المستقبل عبر عدد من التجهيزات الشبكية الوسيطة الموجودة على هذا المسار. فعليا الراوتينج، التوجيه لهذه البيانات، يعتمد على العناوين المنطقية. العناوين الفيزيائية التي تم ذكرها في طبقة الداتا لينك والتي تنجز عبر هذه الطبقة داتا لينك تهتم بمخطط العنوني على المستوى المحلي، أي ضمن شبكة محلية واحدة. أما فعليا لتمكين هذه الحزمة أو البيانات من المرور عبر عدد من الشبكات، علينا استخدام عنوني أو نموذج عنوني آخر هو Logical Addressing. عمليا Logical Addressing تتم على الطبقة الثالثة وتسمى عنونة الشبكة. Logical Addresses الأشهر هو الانترنت ادريسز، تعرف التجهيزات الشبكية على مستوى كامل الشبكات، أي عبر عدد من الشبكات المختلفة والواسعة. تضيف طبقة الشبكة ترويسة إلى الباكيت القادمة من الطبقات العليا تضم المعلومات التي تم ذكرها سابقاً. بالإضافة إلى الراوتينج، أيضا من مهمة هذه الطبقة ديسكفري، أي اكتشاف. وعمليا تقوم هذه الطبقة بشكل مستمر بتجميع البيانات، أي بارامترات الشبكة التي تعطي معلومات على اللوكيشن، موقع الشبكات المختلفة والعقد الشبكية المختلفة ضمن هذه الشبكات. أيضا تهتم هذه الطبقة بالفيرتشوال سيركت، أي الدارات الافتراضية التي تمكن من نقل مجموعة من البيانات عبر مسارات لوجيكال منطقية مختلفة، والتي من خلالها يتم توصيل هذه البيانات بين عقد مختلفة وإن لم يكن هناك وصلات مباشرة بين هذه العقد، وذلك عبر إنشاء الدارات الافتراضية. الدارات الافتراضية هي دارات logical تعرف paths أو مسارات بين هذه العقد الموجودة على الشبكة. Transport layer في نموذج OSI، فإن Transport Layer هي المسؤولة عن النقل للبيانات من مستوى Process to Process، أي عبر تطبيق إلى تطبيق، وتقوم بالتأكد من تسليم كامل الرسالة.
إن طبقة الشبكة لا تستطيع تمييز إن كانت مجموعة الباكيت الحزم تأتي من ذات التطبيق أو لا، وعادة ما يتم التعامل مع هذه الباكيت بشكل مستقل، كل حزمة على حدة. أما هنا على الترانسبورت لاير يتم ربط مجموعة الباكيت التي تنتمي إلى تطبيق واحد مع بعضها البعض. عادة الرسالة المنتجة في الطبقة العليا application layer يتم تقسيمها إلى عدد من السيجمنتس. هنا هذه الطبقة transport layer تضمن أن كامل هذه الأقسام السيجمنتس التي تكون هذه الرسالة ستصل intact دون أي إشكالات إلى الطرف الآخر، وأيضا بالترتيب، وكذلك عبر التأكد من كل من وجود أخطاء أو التحكم بالدفق من السورس إلى الديستنيشن. المسؤوليات الأساسية لهذه الطبقة تعريف المخطط الآخر من العنونة وهو على مستوى هذه الطبقة ويسمى Service Point Addressing. وهنا تقوم هذه الطبقة بإلحاق ترويثة على السيجمنت تحتوي على عنوان يسمى Service Point Address أو Port Address أو Socket، وهو يميز كل الباكيت الحزم التي تأتي من تطبيق ما. وبالتالي تستطيع أن تعرف تطبيقات مختلفة على مضيف واحد. تذكر أن العنوان المنطقي يعرف جهاز حاسوبي أو طرفية على الشبكة الحاسوبية، ولكن العنوان على مستوى Service Point Addressing أي الترانسبورت لاير يعرف أحد التطبيقات على هذا الجهاز. فعليا مخططات العنونة مهمة، وسنأتي بالتفصيل إلى شرح على العلاقة بين كل من هذه المخططات وأين يتم استخدامها عبر الطبقات المختلفة. هذا العنوان يتم تحديده من قبل الطبقة الأعلى Transport Layer ضمن الـ OSI Module وهي طبقة Session. Network Layer تأخذ هذه الباكيت إلى الجهاز الحاسوبي الصحيح، ما بينما تمرر لـ Transport Layer هذه الباكيت بعد استلامها من قبل الجهاز إلى التطبيق المطلوب على هذا الجهاز. أيضا من مسؤوليات هذه الطبقة هي Segmentation and Reassembly. Segmentation أي تقسيم الرسالة المستلمة من الطبقات الأعلى إلى مجموعة من الأقسام Segment القابلة للنقل. يحتوي كل Segment على رقم تسلسلي يمكن هذه الطبقة من إعادة تجميع هذه الرسالة بالطريقة الصحيحة حسب التتابع المطلوب في المستقبل بالديستنيشن. أيضا يساعد هذا الرقم بتعريف كل باكيت، وبالتالي إمكانية تبديل الباكيت التي ضاعت أو أهملت خلال النقل، وبالتالي إعادة إرسال فقط هذه الباكيت التي ضاعت وليس إرسال كامل المسج مرة أخرى في حالة الأخطاء. أيضا تقوم هذه الطبقة بتقديم خدمات، من أشهر هذه الخدمات أو services هي نوعين. النوع الأول أو التايب الأول هو Connection Control، أي التحكم بالاتصال، وهذا التحكم بالاتصال يمكن أن يكون إما Connectionless أو Connection Oriented. التحكم بالاتصال من النوع Connectionless أي عديم الاتصال
يتم في هذه الحالة على طبقة الترانسبورت لاير معالجة أو التعامل مع كل سيجمنت على أنها independent packet مستقلة، ويتم توصيلها إلى الترانسبورت لاير على destination machine. من أشهر البروتوكولات التي تتعامل مع هذه الباكيتس بطريقة مستقلة باستخدام الكونكشن ليست هي أو هو بروتوكول اليوزر داتا بروتوكول أو UDP. كونكشن أورينتد هو النوع الآخر من الكونكشن كنترول الذي يكون فيه موجه بالاتصال، وهنا هذه الطبقة تقوم بتحقيق أو تشكيل الكونكشن قبل بدء نقل الداتا باكيت ما بين المرسل والمستقبل، ومن ثم تبدأ بنقل هذه الباكيت البيانات، وعند انتهاء النقل نقوم بإنهاء هذا الاتصال أو الكونكشن. عمليا في هذا النوع من الاتصال connection oriented كل الباكيت التي تنتمي إلى هذا التطبيق تسافر على ذات المسار الواحد. ومن أشهر البروتوكولات التي تعمل على connection oriented هو transmission control protocol TCP. أيضا تقدم transport layer flow control التحكم بالدفق، ولكن مثل Data Link Layer هي أيضا مسؤولة على التحكم بالدفق، ولكن هنا يتم التحكم بالدفق من طرفية إلى طرفية وليس على مستوى البت أو الوصلة، أي من عند المرسل، ويمكن أن تمر عبر عدد من الشبكات، عدد من الوصلات، عدد من التجهيزات الحاسوبية الوسيطة وصولا إلى الديستنيشن، فهي تضمن هذا التدفق من عند المرسل حتى المستقبل. Error Control أيضا مثل طبقة الداتا لينك تقدم التحكم بالأخطاء أيضا من Process to Process، أي من التطبيق إلى التطبيق بدلا من التحكم بالأخطاء على مستوى الوصلة الواحدة. وبالتالي الطبقة التي تقوم بالإرسال طبقة الترانسبورت تضمن أن كامل الرسالة ستصل إلى الريسيفر دون أخطاء، أي دون damage or loss أو application. أيضا الـ error control عادة ما يتم تحقيقه في هذه الطبقة عبر إعادة الإرسال. The session layer الطبقة الخامسة فعليا الطبقات المقدمة عبر الطبقات الثلاث الأولى Physical, Data Link and Network هي ليست كافية لكثير من البروسيسز أي التطبيقات. إن وجود طبقة السيشن لاير يضمن إمكانية إيجاد سيشن جلسات عند التصفح مثلا للإنترنت، وهذا يمكن المستخدم أو التطبيق من تنجيز آليات الأوثنتيكيشن، التحقق والتخوين، التزامن، أيضا الديالوج كنترول أي التحكم بعمليا النقل إن كان الطرف الأول يقوم بنقل البيانات أو انتظار الطرف الثاني لنقل البيانات، وهذا ما يسمى عبر توكن مانجمنت. ويحدد ايضا وجود هذه السيشن طول الجلسة او الفترة الزمنية التي يمكن لاحد الاطراف ان يتم من خلالها تمرير البيانات، نقل البيانات دون اخطاء عبر التعافي من هذه الأخطاء باستخدام آليات مثل التشيك بوينتينج. إذن المسؤوليات الأساسية لهذه الطبقة هي الأوثنتيكيشن، والتي تضمن أن بعد أن تم دخول المستخدم عبر اللوجز إن فهو
سيظل في هذه السيشن، أي أنه في حالة لوج إن، حتى يقوم هذا المستخدم بنفسه على اللوجز أوت أو الخروج من هذه الجلسة، وبالتالي الحصول على حالة التحقق من هذا المستخدم يتم على هذه الطبقة التخوين التي تقوم بتحديد الصلاحيات للأجزاء المختلفة عند التصفح من الويب سايت، وبالتالي تستطيع تقسيم المستخدمين إلى مجموعات مثل سوبر يوزرز، يوزر عاديين، جيست أو أدمنز. أخيراً Dialog Control التي تسمح بدخول نظامين ضمن محادثة، وبالتالي تسمح لعدد مثل Two Processes بتمرير المعلومات إما بطريقة Half Duplex، يعني طريقة نقل البيانات باتجاه واحد في واحدة الزمن، أو Two Duplex Full Duplex ب Two Ways at a Time لنقل البيانات بالاتجاهين في ذات الوقت. وسنتعرض إلى طرق النقل التي هي Half Duplex أو Full Duplex لاحقاً في هذا الفصل. أيضاً تقوم Session Layer بالSynchronization عبر استخدام Checkpointing التي تسمح بالتعافي من الأخطاء. فمثلاً إذا كان لدينا نظام يقوم بنقل ملف يحتوي على 5000 صفحة، إذا كان مثلاً نقوم بإضافة checkpoints بعد كل 100 صفحة، وهذا ما يضمن أن كل 100 صفحة سيتم تلقيها وسيتم الإشعار باستلامها بشكل مستقل من ضمن هذه 5000. فإذا صار لدينا إشكال أو كراتش ضمن هذا النقل في الصفحة 915، فعمليا الصفحات التي نحتاج إلى إعادة نقلها لن تكون من الصفر ضمن 5000، وإنما من 900، لأننا وضعنا تشيك بوينت مما يسمح بضمان وصول والتحقق من وصول كل 100 صفحة على حدة، وبالتالي نحن ضمننا حتى 900، وإنما باقي الصفحات عندما حدث هذا الفشل هي فقط التي سنقوم بإعادة إرسالها، وهنا في هذه الحالة هي من 901 حتى 915. Presentation Layer تقوم هذه الطبقة بترجمة المحارف من الشكل الأصلي في أحد الأنظمة عادة المرسلة إلى الأنظمة الأخرى التي تستقبل هذا المحرف. هنا فقط لتوضيح هذه الفكرة، علينا أن نعلم أن الأنظمة الحاسوبية المختلفة يمكن أن ترمز هذه المحارف، أي المحارف ABC يمكن أن ترمز بأشكال أو بطرق مختلفة. عند التعامل مع عدد من الأنظمة الحاسوبية يمكن لكل منها أن تستخدم طريقة ترميز مختلفة، لا يمكن فهم المعلومات المنتقلة إلا عبر ترجمة لهذه الترميزات إلى النظام المستخدم في الجهة المستقبلة لهذه المحارف. أيضا تضيف هذه الطبقة مميزات الخاصة بالإنكريبشن، التشفير وفك التشفير، وأيضا المميزات الخاصة بالضغط للملفات عند نقلها. وبالتالي المسؤوليات الرئيسية لهذه الطبقة هي الترانسليشن، أي أن الإجرائيات أي التطبيقات في نظامين ممكن أن يكونا مختلفين يستطيعان تبادل المعلومات والبيانات وفهمها. ونتكلم هنا عن الكاركترز أو string of characters، الأرقام وباقي هذه البيانات. وبالتالي هناك أكثر من طريقة للترجمة، المعلومات عليها أن تتحول إلى
دفق من البتات قبل أن يتم نقلها، ولأننا نستخدم أنظمة ترميس مختلفة، تقوم هذه الطبقة عند استلام هذه البتات بإعادة ترميزها على النظام المستخدم في الجهة المستلمة. Encryption، التشفير، ممكن تطبيق هذه المميزات في حال رغب الطرفين بضمان البرايفسي، الخصوصية، وفك التشفير يتم في الطرف الصحيح المستقبل لهذه البيانات، وبالتالي نحافظ على سرية المعلومات المنتقلة. Compression، الضغط، Data Compression بشكل أساسي يخفض من حجم البيانات المنتقلة، وعمليا هذه الإجرائية التي هي الكومبريشن يمكن تطبيقها على مجموعة من أنواع الملفات، إن كانت مالتي ميديا بشكل أساسي، أوديو، فيديو، أو حتى تكست. Application Layer، الطبقة الأخيرة، عمليا هي الطبقة التي تسمح للمستخدمين بالوصول أو الولوج إلى الشبكة، تقدم User Interface، واجهات للمستخدم تسهل عليه الحصول على هذه الخدمات الشبكية، مثل الإلكترونيك ميل، ريموت فايل أكسس، الوصول إلى ملفات موجودة على أماكن متباعدة بعيدة عن الجهاز المحلي للمستخدم، ونقل هذه البيانات والملفات، إدارة قواعد البيانات المشتركة، وأي من الخدمات الموزعة الموجودة على هذه الشبكة. من الأمثلة لهذه التطبيقات فيسبوك موبايل أبليكيشن، التي من خلالها يمكن تبادل المعلومات، الخدمات، الملاحظات، وهذه الأنواع من الأكتيفيتيز. النموذج الثاني المستخدم لتوصيف الشبكات هو TCP/IP. TCP/IP، النموذج TCP/IP تم تطويره قبل تطوير الـ OSI Model، وهذه نقطة مهمة. عملياً الـ TCP/IP هو Implementation، يوجد Implementation لهذا الـ TCP/IP، هو شبكة الإنترنت الشهيرة، يحتوي على عدد من الـ Advantages، الميزات. أولاً، من بعد شيوع الإنترنت بهذا الشكل، أصبحت معظم الشبكات الحاسوبية تستخدم هذا النموذج TCP/IP، وهذا ما يمكن من تواصل على مستوى الكرة الأرضية ما بين شبكات الحاسوب أو الشبكات الحاسوبية لاعتباره كلغة عالمية. إضافة، هناك الكثير من التجهيزات الحاسوبية الشبكية هي مصممة ليتم استخدامها مع TCP/IP عبر different vendors، يعني الشركات المختلفة. معظم المخدمات الشبكية ومحطات العمل تستخدم نظم تشغيل تدعم TCP/IP، من ضمنها اليونكس، اللينوكس، الويندوز بيس سيستم، حتى النوبل اوبن انتربرايز سيرفرز، وأيضا الأبل أو الماك أو إس إكس. معظم الأدوات المتوافرة حاليا يمكنها أن تقوم بتحليل الشبكات باستخدام TCP/IP، أو اكتشاف المشاكل على الشبكات التي تستخدم أو مصممة حسب TCP/IP. فعليا TCP/IP تاريخيا لنقول كان نموذج مؤلف من 4 طبقات. من الأعلى هي طبقة الـ Application Layer أو طبقة الـ Process، الطبقة التالية هي طبقة النقل Transport Layer، وهنا في الـ TCP/IP Transport Layer هي Host to Host، تسمى Host to Host يعني من مضيف إلى مضيف. الـ Internet Layer وهي طبقة الشبكة أو الربط الشبكي، وأخيرا طبقة النفاذ إلى الشبكة Network Access Layer. بالمقارنة ما بين الـ OSI Model والـ TCPI Model،
نلاحظ بالنسبة إلى نموذج الـ TCP/IP الذي يتبع الطبقات الأربع، فالطبقة الأدنى طبقة النفاذ إلى الشبكة تكافئ الطبقتين الأولى والثانية من الـ OSI Model Physical Data Link. الإنترنت لاير وهي ما يكافئ طبقة الشبكة. الترانسبورت لاير هي تقريبا ذاتها الترانسبورت لاير في الـ OSI Model. أما طبقة الأبليكيشن لاير في الـ TCP/IP هي تكافئ الطبقات الثلاث العليا من الـ OSI Model، السيشن والبرزنتيشن والابليكيشن لاير. خلال الفترة الطويلة من استخدام الـ TCP/IP الذي بدأ مع بدايات تشكيل الإنترنت، فعليا تم تشكيل أو تطوير نموذج آخر للـ TCP/IP يسمى 5 Layer Model، وفيه يتم تقسيم هذه الشبكة إلى 5 طبقات. فعليا الطبقة الأولى وهي طبقة النفاذ إلى الشبكة تم إعادة تقسيمها إلى طبقتين لتتوافق بشكل أفضل مع الـ OSI Model، أصبحت هي Physical ومن ثم Data Link أيضا Model. Network Access Layer طبقة النفاذ إلى الشبكة، وهي تقدم الواجهة مع الشبكة الفيزيائية الحقيقية المستخدمة، تقوم بتشكيل البيانات لتصبح متوافقة مع وسيط النقل المستخدم. وتوجه الداتا بحسب الشبكة الجزئية والعناوين الفيزيائية المستخدمة على هذه الشبكة. توفر أيضا الـ Error Control وتضمن عملية انتقال الداتا على المستوى الفيزيائي للشبكة الحاسوبية. كما قلنا هذه الطبقة في 5 Layer Model يقسم إلى قسمين: Physical Layer التي تطابق عمل Physical Layer في الـ OSI Model، والـ Link Layer التي تقدم نقل للداتا ما بين العقد الشبكية المتجاورة مثل شبكات الإيثرنت، الواي فاي والماك. الإنترنت لاير وهي تكافئ طبقة النتورك، فقط للتنويه مع الـ OSI. الإنترنت لاير تقدم العنونة المنطقية، وهي عبارة عن عنونة مستقلة عن الهاردوير المستخدم في هذه الشبكات، ويمكن للداتا أن تمر عبر عدة شبكات جزئية تنتمي إلى هاردوير مختلف أو تستخدم هاردوير مختلف ومعماريات فيزيائية مختلفة. تقدم هذه الطبقة أيضا الراوتينج لتوجيه البيانات بين المرسل والمستقبل عبر الشبكات المترابطة مع بعضها البعض. Internet Works يعني ربط عدد من الشبكات لتجميع تشكيل شبكة أكبر، وعمليا هذه الشبكات تكون مختلفة بالطبقات الأولى والثانية والثالثة. فعليا هذا الاختلاف يعني انتماء هذه الشبكات الجزئية إلى هاردوير مختلف، تقنيات شبكية مختلفة، طريقة عمل مختلفة. وأيضا تقوم هذه الطبقة بربط العناوين الفيزيائية المستخدمة على مستوى Network Access Layer مع هذه العناوين المنطقية التي تستخدم على هذه الطبقة، وتوفر كما قلنا نقل الباكيت عبر عدد من الشبكات، وتقدم الخوارزميات للتوجيه الأفضل عبر هذه الشبكات المختلفة. Transport Layer طبقة النقل هي تقدم واجهة للتطبيقات الشبكية.
تقوم كمثيلتها في الـ OSI Model بالتعامل مع الـ Flow Control, Reliable End-to-End Communication, وتقديم البيانات وتسليمها دون أخطاء. أيضا يمكن تأمين إشعارات الاستلام على هذه الطبقة. البروتوكولات التي تعمل على هذه الطبقة التي نسميها Host-to-Host TCP/IP هي TCP والUDP. Application Layer تكافئ Application Layer في الـ OSI Modem بالإضافة إلى Session والـ Presentation. وبالتالي نقول أن هذه الطبقة تكافئ عمل الثلاث طبقات Session, Presentation, Application من الـ OSI Model، وتقدم إمكانية التحقق من الأخطاء على مستوى التطبيقات، وأيضا إمكانية اكتشاف الأخطاء أيضا على مستوى التطبيقات في هذه الشبكات، وكل ما له علاقة بالتفاعل أو العمليات على شبكات الإنترنت. أيضا تدعم API بعض الواجهات البرمجية التطبيقات التي تمكن من كتابة بعض البيئات الخاصة التي تسمح ببرمجة الشبكة. تستخدم العديد من البروتوكولات أو الخدمات مثل الـ HTTP, FTP, SMTP وإلى آخره، التي سنتعرف عليها لاحقا في الفصول القادمة. TCP/IP Model Details، نلاحظ هنا طبقة الـ Network Access يتم تعريف فيها التقانة الشبكية الفيزيائية كالـ Ethernet, Token Ring, FTTI. طبقة الـ Internet هي طبقة الـ IP Internet Protocol، يتم تعريف فيها عدد آخر من البروتوكولات مثل الـ ISMP أو بروتوكولات الترجمة ما بين العناوين الفيزيائية واللوجيكال كما أسلفنا. Host to Host التي تعرف البروتوكولات TCP UDP، وأخيرا Process أو Application التي يتم فيها تعريفات البروتوكولات الأساسية. الـ HTTP وهو البروتوكول الأساسي للعمل على الإنترنت. الويب DNS الخاص بعمل الإنترنت، الـ FTP لنقل الملفات، الـ SMTP للإيميل وهكذا. Network Devices، في هذا الجزء الثاني من هذا الفصل سنتعرف على عدد من التجهيزات الحاسوبية المستخدمة في الشبكات، من أهمها Hub. الهب هو عبارة عن أداة تعمل كسنترال بوينت، نقطة مركزية لوصل عدد من المضيفين الموجودين على الشبكة. يعمل هذا الهب على الطبقة الأولى، وبالتالي هو لا يرى أي من المفاهيم التي تم ذكرها في الطبقات الأعلى، إن كانت الطبقة الثانية أو الثالثة وهكذا. لذلك هو لا يفهم بالأطر أو الإطار التي تم شرحها على مستوى الداتا لينك. هو فعليا يقوم باستقبال إشارة على أحد منافذه ثم يرسلها لكل المنافذ الأخرى. لا تقوم الهوبس بأي نوع من الإدارة، ولذلك هي فقط تقوم باستقبال إشارة وتمررها على كافة المنافذ الأخرى، لا تقرر أي شيء، وفعليا هي فقط لتحويل هذه الإشارة المتلقاة إلى المنافذ الأخرى. Switches، السويتش المبادلة هي عبارة عن تجهيزة فيها نوع من الذكاء، تقوم بتجميع البيانات ومن ثم تقوم بنقل هذا الترافيك بناء على هذه الداتا. تحسن السويتشز
من الكاباسيتي، من سعة هذه الشبكة. عادة الشبكات المحلية لان تربط عبر السويتشز، وبالتالي السويتشز عادة تقرأ الباكيتس القادمة، العناوين الهاردوير، ومن ثم بناء على هذه العناوين تقوم بنقل هذه الباكيت فقط إلى الديستنيشن أو إلى الجهة المطلوبة. يمكن للسويتش ديفايس أن تعمل على طبقة الانترفيس داتا لينك، الطبقة الثانية، وأيضا على الطبقة الثالثة. يسمى لينك لاير سويتش عندما تعمل على الطبقة الثانية، وهنا تستطيع هذه السويتشز أن تتعامل مع كلتا الطبقتين الفيزيائية والداتا لينك. أما المالتي لاير سويتش الذي يعمل على الطبقة الثالثة، هو فعليا يعمل على الطبقات الثلاث، الفيزيكال، لينك اند نتورك. ليفل 2 سويتش أي على طبقة الداتا لينك. في هذه الحالة لينك لاير سويتش يقوم باستقبال الباكيت، ومن ثم يفحص العناوين الفيزيائية الموجودة. فمثلا في هذا المثال نلاحظ أن الرسالة أو الباكيت المستلمة من السويتش تحتوي على العنوان الفيزيائي الهاردوير لكل من السورس والديستنيشن، وبناء على جدول توجيه أو إعادة توجيه موجود ضمن هذا السويتش يتم اختيار المنفذ الذي سيتم إرسال هذا الباكيت إليه بناء على عنوان الديستنيشن. هذا الجدول، جدول إعادة التوجيه forwarding table، يستخدم أو يتم تخزين على الأقل فيه الماك أدرس أي العناوين الفيزيائية، إضافة إلى المنافذ أو منافذ الخرج المستخدمة لتمرير هذه البيانات. إذا من المهم الانتباه على أن السويتش يمرر إلى الجهة المطلوبة فقط من قبل الباكيت. راوترز، الراوتر هو جهاز يعمل على الطبقة الثالثة، يرى الثلاث طبقات Physical, Link and Network، يستخدم لربط شبكات مختلفة عن بعضها البعض. هو أيضا جهاز ذكي يقوم بحساب المسارات الفضلى أو الأفضل لتمرير هذه الباكيت الحزم عبرها، ويتم حساب هذه المسارات وفق بعض الخوارزميات التي تكون منجزة ضمن الراوتر. تستخدم هذه الخوارزميات لتحديد هذه الطرق، ومن ثم الراوتر يقوم باتخاذ القرار وإعادة توجيه الباكيت بناء على المعلومات الموجودة في الباكيت، من أهمها الـ IP addresses أي العناوين اللوجيكال المنطقية الموجودة في كل باكيت. فعليا لأن الراوتر يصل شبكات مختلفة كتقانات شبكية مختلفة، من المهم أن يتعرف على الطبقات الثلاث الأولى Physical, Data Link و Network. تأتي الباكيتس عبر أحد أنواع الشبكات وتمر عبر هذه الطبقات وصولا إلى الطبقة الفيزيائية التي تضخ البيانات وصولا إلى الراوتر. هنا يمكن أن تتم عملية تحويل أو ترجمة هذه الباكيت ليتم نقلها عبر تقانة شبكية مختلفة، وصلة مختلفة، لتصل إلى الجهة المطلوبة. هناك عدة أنواع من الراوترز. حاليا مشهور الوايرلس راوتر الذي هو الراوتر اللاسلكي، يدعم التجهيزات الحاسوبية في المنازل، ويمكن من خلالها تم تكوين أو تهيئة هذه التجهيزات الحاسوبية مع هذا الوايرلس راوتر. عادة ما يحتوي أيضا على نتورك سويتش التي تسمح بربط عدد من الشبكات مع بعضهم البعض.
وايرلس راوتر تسمح بوصل كيبل مودم و DSL انترنت ومشاركتها. لذلك نرى الكثير من المنازل حاليا تدعم أو تستخدم وايرلس راوتر لتمكين مشاركة الإنترنت بين عدد من قاطني في هذا المنزل. الكثير من الوايرلس راوترز الموجودة حاليا في السوق لديها بلت إن فاير وول، جدار نار، الذي يسمح بحماية هذه الشبكات المنزلية من المهاجمين الخارجيين عبر الشبكة. Access Point أو نقطة النفاذ. Access Point تعمل على Second Layer من الـ OSI Model التي هي Data Link Layer. أيضا يمكن أن يتصرف كبريدج، يقوم بوصل Wireless Network to Wireless Devices، يعني شبكة لاسلكية مع عدد من التجهيزات اللاسلكية. ويمكن أيضا أن يعمل كراوتر لنقل البيانات لنقاط نفاذ أخرى. تستخدم الأكسس بوينت لتوسيع نطاق شبكة لاسلكية موجودة لدينا، أو توسيع عدد المستخدمين الذين يستطيعون النفاذ واستخدامها. أيضا كثير من البرودكتس للأكسس بوينت يمكن أن تسمح بوصل وايرلس لان، يعني شبكة لاسلكية مع شبكة محلية سلكية إيثرنت، وأيضا توسيع هذه الشبكات لتضم مستخدمين آخرين كما قلنا. فعليا الراوتر يمكن أن يعمل كهب الذي يقوم بتحديد Local Area Network، ومن ثم إدارة كل هذه الديفايسز الموجودة في هذه الـ Local Area Network وإدارة الاتصالات ما بين بعضها البعض. ولكن الـ Access Point هو Sub Device ضمن هذه الـ Local Area Network الذي يمكن أن يوفر موقعاً آخر يمكن لهذه الـ Devices التجهيزات أن تتصل فيه وتوسيع هذه الشبكة. Gateway فعليا كل التجهيزات التي تم شرحها حتى الآن تعمل على الطبقات من الأولى حتى الثالثة، من الطبقة الرابعة حتى الطبقات الأعلى من الـ OSI Model. عمليا لديها توصيفات مختلفة للبائعين أو صانعي التجهيزات المختلفة. لذلك نحتاج إلى Gateways التي فعليا تقوم بإدارة وترجمة كامل الستاك، أي كامل هذه الطبقات المختلفة، بالأخص Transport Position Layers. تستطيع Gateways ربط two or more شبكة، يعني شبكتين أو أكثر من الشبكات المستخدمة، والتي لكل من هذه الشبكات بروتوكولاتها المختلفة، تيبولوجيا مختلفة، algorithm خوارزميات مستخدمة مختلفة، domain space مختلف، سياسات مختلفة، وإدارات مختلفة. وبالتالي يمكن النظر على البوابة أو الـ Gateway على أنها كل مسنجر التي تقوم بأخذ الداتا من نظام أول، ترجمته وتحويله بما يتوافق مع نظام آخر ثاني، ومن ثم نقله إلى النظام الثاني. لذلك تسمى هذه البوابات أيضا بالـ Protocol Converters التي تسمح بالعمل على Various Network Layers. فعليا هذه الجلسة تكون قد انتهت. سيتم شرح مخططات العنونة في TCP/IP ضمن الجلسة القادمة.